عسلامتكم. اليوم انا معاكم في دار مريم. مريم هي اختي وكليونت متاعي في نفس الوقت. اليوم باش نبدلوا الصالون تاعها. كانت ياسر ديمودي وغامقه بفاسون ياسر تشد الغبره. احنا اليوم باش نبدلوها. نخليكم تصور هكا على الشنب تشوفوها كيفاش كانت. اول حاجه عملناها بعثنا الصالون للتغليف، عملنا فيها موديفيكاسيون. كان فيها بومباج واللوطه نحيناه، بدلنا الشيستر فيلد هذوما اللي عملناهم بالكريستال، اخترنا اللون البيج على خاطره عندي مودابل ويخرج على كل شيء. دو فاسون في الاخر الريزولتا باش تخرج صالون كلاسيك شيك سامبل. فوالا كيما قاعدين تشوفوا توا في الريزولتا. ومادام مازلنا في البيجيات والالوان، اخترنا لي تون تاع البلو. انا اكتفيت كان بالديغراداسيون تاع البلو. تنجمو تدخلوا راهو الوان اخرين، انا ذاك معناها الشوا بتاعي. تنجم تزيد معناها دي كولور اخرين يخرج ياسر مزيان. مي الكولور دو باز هو البيج، وانت هاكا تركب عليه لي كولور اللي انت تحبها، فهمت؟ لكن تحبوا تزيدوا الوان اخرين معناها سي فوتغ شوا. الحيوط الكل خليناهم بلون بلون ساتيني. كاين فما في الكولور فما هكا بارك لي كولور، كاين لونهم بيج مستصفر رديناهم بلون. شوفوا البلون راهو يعطي هكا فريشور ولي ليسباس، يعطي كروندور زيادة هكا، تحس ليسباس مشرح. فهمتوني كيفاش؟ فوالا راهو شوف بالنسبة للألوان راهو على قد معناها ما تنقصوا الألوان، ماذا بيك تختار الألوان اللي تكون مريحة للعين. فهمتوني كيفاش؟ راهو على قد ما تكون الحاجة شارجي هكا وبرشا ألوان معناها تلبس ألوان وكل شيء، راهو مش باش تكون مرتاحة للعين، ومش باش تكون مش تقلق. فوالا ما عرفش كان فهمتوني ولا نجمت نوصل لكم المعلومة ولا، مي فوالا كيما يقولوا معناها تجيب الحاجة سامبل. تختاروا لون معناها دو باز اللي ماذا بينا يكون كلير، وعليه هو تبنيه معناها تزيدوا ماكس دو كولور اخرين، يعني لو تو ماذا بينا هكا في نقعد بليت تو معناها كولور. شوفوا راهو ريت قدمت تزيدوا الوان في الاسباس، راهو هذاك معناها يتعب المخ، فهمت؟ يعني ما فهمتوني، يعني ما تقعدوش مرتاحين. واحد قد ما هكا يحاول يقلل كسوة في الثيث في لي كولور معناها حاجه شارجي برشا، راه يتعب العين. تصويره لوطا كيفاش كانوا كان الريدو على كبر الحيط، كما كان الموسلين اللي هكا بالورد وياسر شارجي، بالرغم اللي هو كولور واحد مي فريمون معناه ياسر شارجي ودي مودي وكل شيء. هذيك علاش حبيت نعمل لي ريدو حاجه سامبل ما فيها حتى معناها موتيف. ما كنت نجم نعمل موتيف تجي زاده حاجه مزيانه، مي انا حبيت حاجه تقعد هكا صابخ وحاجه معناها يونيك وكل شيء، هكا تفرق جوست في التكستور، يعني معناها في التكستور نتاع كي نقولوا الخامه يعني نتاع القماش، فهمتوني؟ مي سينو قعدت في التون نتاع البيج حاجه سامبل موسلين وهيك ما عرفتش شنو بها مو قمرايا كده مش غلطة، ما عرفش حسيت شنو. وحاجة أخرى راهو مش لازم يكون معناها الريدو من حيط لحيط معناها على كبر الحيط، راهو ليه طبق من
البيت مثلا احنا عندنا هكا الشباك والبورتفونات الجايين كاينهم في كوان دونك اخترنا معناها فورسيمون انك تعمل بانو معناها هذية منا وتعمل بانو منا ومنا والمسلمين في الوسط ولا ليه ها معناها واحدة اخرى يخرج شوية من الاورتينير عملنا هكا مسلمين منا ومنا كم سي يعني تابعة معرفش كان وصلتكم الفكرة ولا فوالا دونك اشتر بشتر هكا ربحنا معناها خاطر غالية يعني الريدو تاعو ما تراهم سامبل هكايا مي معناها الكون تاعو ياسر غالية دونك احنا هكا حاجة معناها اوبتيميزي هكا الكون والماتيير ما عادش انا هكا ظهروا لي يعني ياسر مزيانين هكا سينو انتم خليو لي معناها لي كومونتير اعطيني فيها رايكم كان عجبكم هكا لي فيديو سامبل الكل ولا لا ولا بدات معناها كنت نجم نختار لون اخر كي باش نختار باغ اكزومبل البلو راهو باش يولي ياسر شارجي ولا باش يبدا فيه موتيف هكا البلو كل شيء معناها ليه ها كنت نجم هكا تابلو دي كوسان ندخل هكا شويه فيرجور ما نسيتش حتى هكا فيرجور ارتيفيسيل دي بوكي وكل شيء هكيك تفرق يعني نعمل الفرق بالكولور فورسيمون يعني زربيه نبدلها بلو والمخادد والريدويت نو 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 سي با سا نقعدو ديما في لي كولور بازيك راهو دي توش هكا كي تشوفو معناها البلو راهو عملت هكا جوست دي توش صغار ولا بالنسبه للديسبوزيسيون تاع الصالون اخترت انها تكون محلوله ماهيش ملمومه كنت نجم نعملها ملمومه فورم بو كل تحسها هكا نتاع قاعده نتاع ركشه وكل مي احنا توا في الصيف وكل حبيت حاجه تكون هكا سباسيوز وكل شيء دونك عملتها محلوله عملت لي دو فوتوي الكبار هكا فورم ان مقابلين البلكون كل على الفيو واللي دو فوتوي صغار عملتهم في لوبوزي معناها مقابلين ديجا بلان هو باش يقعد هكاكا فيرا وكل دونك هكا يكون لسباس سباسيو وكل مش راهو فوالا انا هذا اللي معناها اللي حبيت عليه ما حبيتش حاجه يعني تكون هكا مهمومه وكل شيء واحد ماذا بيه يكون هكا متفرهد وكل في الصيف برغم اللي معناها لي كولور فاتحين وكل شيء مش باش تكون كلي اسي مهمومه مي كوم معناها فوالا الميساج نتاعي نورمالمون راه وصل بالنسبه للزرابي خذيت معناها زوز زرابي في نفس الكبر الزوز ما حبيتش حاجه تكون هكا كبيره معناها هكا تكون مغمومه فوالا يعني معرفش انا هكيك نحسها نتاع شتي اكثر وكل شيء دونك جي اوبتي خذيت هكا زوز زرابي اللي معناها الكبر نتاعها مناسب راهو للصاله كسوا لي دو فوتوي اللي في لوبوزي الغادي معناها في لي دو فوتوي الصغار هذوكم ولا في لي فوتوي هذوما يعني في البارتي هذيا فوالا هاكم الزوز متناسقين وكل شيء خليتهم بلون كاسي فيهم هكا شويه غريج غري بيج فوالا فهمتو قعدت في
الالوان الهاديه هذوكم الطون تاع البيجيت عليها جوست قد خليت معناها جوست قدام معناها دي فوتو ما حبيتش الزربين تكون داخله تحت الفوتو باش حتى في التسييق ولا المسحان اللي هو يكون سهل كسوا في التنحيه كسوا هكا باش تمسح تحت لبناك وكل شيء فهمتوني يعني تعاونكم حتى في التنظيف يعني كبرها بي معناها جوست قد القاعدة قد من هنا قد الفاتورة هذوما وما غادي زادة كيف جوست دخلتهم شوية تحت الساقين مش مشكلة معناها هذوكم راهو خفيف فاسيلمون يعني تشبتوا كل شيء على روحك ما تقلقش جنبك بالنسبه للديكو قعد هكا ناقص شويه هكا تروشيك سير فما حاجات عملنا لهم غولوكين باش يوليو هكا اديكوار مع الديكو جديد فما حاجات خديناهم معناها ديجا جيو اسورتي كل سير فما حاجات هكا تروشيكات صغار اللي هما مثلا تمانتين على دي تابل كوان اللي هما مازالو ما حضروش سور مزور في ميلي هكا سينون فما زادا لي تابلو عملت تابلو فرحانة بيه برشا عاجبني برشا وسينون مازالو يعني دو خلين هكا ناقصين واحد باش نحطو في الحيطون واحد هاديكا فوالا بوتيتر زادا نكملو هكا التابل هو لي مابي صحيح عندي يعني التابل دو بوان هاذيا لي أنا ديجا عملتها تنجمو ترجعو للفيديو تتفرجو فيها هي كفر متاع ميناجير قديم هكا عطانا شوية هكا الاسبي فينتاج وكل ياسر مزيان هذوما زادا تنعمل لكم دي يعني كيفاش عملتهم قسيتهم البيبس هذوما زادا جاب ياسر حاجة من وراء العقل فنانة راه فوالا دونك هذايا بالنسبة للديكو ماذا بينا زادا ما نشارجيوش برشا كيما قلت لكم راه واحد قد ما يشارجي قد ما حاجه ما تكونش بيا معناها ما بينا حتى قد جوست معناها تك بس في فون اكثر هكا تعطيه روح فما راهو دي بلانت دانتيريور وما يطلبوش يسر لهوا وفما معناها اللي انا ما جيم با يعني لي بلانت ارتيفيسيل اما فما وكود راهو اللي ما يظهروش اليوم ارتيفيسيل جنبه قديش هكا تعطيك روح هكا للاسباس نتاعك فيرجور بالنسبه لي انا حاجه مهمه يسر وتوش هكا معناها هكا تعطي توش تحفونة مش باش نكمل الحلقة ما غير ما نوريكم اللوحة الفنية سيغ سو نخليكم خليوا لي كومنتير عطيوني فيه رايكم وتنسيوش باش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وهكيكا باش يوصلكم جديد الكل وتوام عليا كي نقولكم على بروشين فيديو باي باي.